راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج سكة سفر على راديو الأهرام، ونبدأها بالعناوين. الترقب والحذر ما زال سيد الموقف في حكم التعويض لصالح كي جي إل ضد ميناء دمياط. الدوائر القانونية تراجع مع هاني سري الدين للمحاماة سيناريوهات المرحلة المقبلة. متر الأنفاق يبقى المنقذ في أوقات الشدة رغم الزحام والارتباك. أول جمعية عمومية للمجموعة المصرية للمحطات في الإسماعيلية بحضور الوزير وربيع ودرويش. لجنة النقل بالبرلمان تواصل متابعة أعمال الطرق والكباري بأسوان. محمد سليمان قائما بأعمال العدو المنتدب للملاحة الوطنية، وهذه نصيحتي لوزير قطاع الأعمال. وأيضا من بين هذه العناوين، وهو من خلال حوار مع الكاتب الكبير فوزي مخيمر مدير تحرير الأخبار، الذي قال في حواره معنا: الدائر الإقليمي يحتاج مزيدا من العلامات الإرشادية والخدمات، يجب أن تنتهي ظاهرة فوضى الميكروباص التي تشوه صورة بلادنا. لماذا لا يتم تفعيل كارت البنزين لتحقيق العدالة بين الطبقات الوسطى؟ لا بد من تقنين التوك توك وتطبيق القانون بحسم على جميع المخالفين. هذه كانت العناوين، وإليكم التفاصيل. الترقب والحذر ما زال سيد الموقف في قضية التحكيم الدولي الذي أصدر حكما لصالح شركة كي جي إل الكويتية بتعويض يقترب من 500 مليون دولار. وتشير المعلومات إلى أنه يجري حاليا مراجعة حيثيات هذا الحكم بالتنسيق والتعاون بين الدوائر القانونية بوزارة النقل ومكتب المحاماة الخاص بالدكتور هاني سري الدين الذي كان يمثل ميناء دمياط في هذه القضية. وتؤكد المعلومات أن المشاورات تهدف إلى بلورة موقف وتحديد سيناريوهات التحرك في الأيام المقبلة لاتخاذ الخطوات التي تحافظ على حقوق الدولة. رغم الأعطال والزحام والارتباك، يظل مترو الأنفاق هو المنقذ في أوقات الشدة. فقد تحمل المترو العبء الأكبر في استقبال الملايين من الركاب والمواطنين بعد أن تسببت الأمطار في توقف حركة المرور بالشوارع القاهرة الكبرى، والتي تحولت إلى جراج كبير امتد العشرات الكيلومترات بالسيارات وأصحابها الذين قضوا الساعات بهذا الطقس السيء في الشوارع والميادين. كل ذلك دفع الملايين إلى اللجوء للمترو، ورغم العطالة التي تعرض لها الخط الأول بين المرج وحلوان بسبب انقطاع في شبكة الكهرباء، إلا أن ذلك لا يقلل من جهد هذا المرفق الجماهيري والحيوي. شهد مقر قناة السويس بالإسماعيلية اجتماعا للجمعية العمومية لشركة المجموعة المصرية للمحطات، والتي يشارك فيها قناة السويس والقابضة للنقل البري والبحري بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية. الاجتماع تم بحضور كل من وزير النقل المهندس كامل وزير والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء عبد القادر درويش رئيس الشركة. لجنة النقل والمواصلات في البرلمان برئاسة النائب البرلماني هشام عبد الواحد تواصل زيارتها إلى المشروعات الجديدة في مجال الطرق والكباري بأسوان، حيث أشاد عبد الواحد بالإنجازات التي تحققت وما زالت تتحقق في هذا القطاع، خاصة في مشروعات كوبري بديل خزان أسوان. قرر مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية بأن يتولى محمد سليمان العمل قائما بمهام العضو المنتدب للشركة إلى حين تعيين عضو منتدب جديد خلفا للدكتور حمود عبد العال الذي قدم استقالته. وإذا جاز لي أن أوجه رسالة إلى وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق، فإني أطالبه من أجل المصلحة العامة أن يصدر قرارا باستمرار محمد سليمان عضوا منتدبا لهذه الشركة، فقد كان يقوم بعمل النائب الرئيس المستقيل إلى جانب خبراته على مدار سنوات طويلة بهذه الشركة التي يعلم عنها نقاط الضعف والقوة ويمكنهم النهوض بها لكفاءاته الإدارية.
وبعد أن انتهينا من الفقرة الإخبارية ننتقل إلى الفقرة الحوارية، وهي حوار مع الأستاذ فوزي مخيمر مدير تحرير جريدة الأخبار وأحد كبار الكتاب في مصر، وله العديد من الآراء، وقد تواصل معنا ليساهم بفكره ورؤيته في إطلالة على قطاع النقل وما يحدث فيه. وإليكم هذا الحوار. الأستاذ فوزي مخيمر مدير تحرير جريدة الأخبار، واحد من كبار الصحفيين في مصر، وله العديد من الآراء، وقد تواصل معنا ليساهم بفكره ورؤيته في إطلالة معه على قطاع النقل وما يحدث فيه. بنرحب بك يا أستاذ فوزي. أهلا بك، يعني فرصة طيبة أني أسجل معك ونلتقي بك، وبداية أن أسجل إعجابي بفكرة الإذاعة هذه وفكرة البرنامج، وأنا متابعك تماما وربنا يوفقك دايما. يعني الحقيقة أنت بتتطرق إلى موضوعات مهمة تتعلق بالنقل بكافة مشتملاته، سواء بنية أساسية أو إرشادات أو توجيهات أو الصحة العامة بالنسبة للسائقين وبالنسبة لقائدي السيارة. أشكرك جدا على هذه الاستضافة. للحقيقة هذه شهادة أعتبرها وساما على صدري وتاجا على رأسي أستاذنا الحبير، يعني مجاملة لطيفة وشهادة عظيمة من حضرتك، يعني علينا أن نفخر بها. يعني الله يخليك، نشكرك جدا. لو يعني حضرتك أهم ملف أو رؤية تحب تقدمها للمسؤولين أو تشخصها، لأن احنا دايما بيقولوا النقل هو الصورة الذهنية اللي ممكن تمثل الدولة. يعني انت ما بتسافر أي دولة برة من وسائل النقل، من انتظامها، من نظافتها، تبتدي منين حضرتك؟ لم يعني أبتدي من كده شبكة الطرق الكبيرة والواسعة اللي نقدر نقول عليها أنها شبكة طرق عالمية. نعم. غطت كل متر في مصر. نعم. ودي يعني بدايات جادة للتنمية في كل ربوع مصر. صحيح. بطولها وبعرضها، وأنا من السعداء جدا ومن المتابعين لهذه البنية الأساسية من الطرق ومن الجسور ومن المعابر ومن التخطيط الجيد إلا يكون له أثار سريعة للتنمية في كل ربوع مصر. ولكني لي ملاحظة أن هذه الطرق في حاجة ماسة وسريعة إلى لافتات. صحيح هناك لافتات، لكن هذه اللافتات متباعدة. نعم. أنا أتمنى أن هذه اللافتات يتم زيادة منها، وخصوصا في المسافات الطويلة. صحيح. ويضاف إليها أن باقي على المنطقة الفلانية كم كيلو، باقي على صحيح الفلانية صحيح كم كيلو. صحيح. وخصوصا الطرق الطريق الإقليمي. نعم. الدائري الإقليمي. طريق الدائري الإقليمي. نعم. الدائري والطريق الإقليمي يحتضن عدة محافظات في حاجة إلى مزيد من اللافتات الإرشادية. نعم. ومزيد من الخدمات. يعني صحيح القوات المسلحة شغالة كويس، لكن أرجو وأتمنى انفتاح الفرصة. نعم. للشركات الخاصة وللمواطنين بإقامة خدمات، حتى ولو خدمات متواضعة، خدمات بسيطة. نعم. وتسهيل، لأن دي هتوجد فرص عمل للكثير من من الأبناء الشباب. صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني وهو دائما يخطر في بالي، إن إحنا بنشتكي دائما من سائقي الميكروباصات وسائقي الأوتوبيسات. نعم. الحقيقة أنا بلاحظ إن دخولهم في السوق للقيادة دخول عشوائي، يعني كل واحد يعمل إجراءات استخراج الرخصة ويدوله الأوتوبيس أو الميكروباص يشتغل مع أي حد. أنا بتمنى وبقترح على إما إدارة هذه الدورات حصول على هذه الدورة يبقى شرط الحصول على الرخصة أو شرط الحصول على التجديد. نعم. زي ما بيطلب شهادة صحية لابد أنه يعني شهادة
مهنية وأخلاقية وقيادة في كيفية التعامل مع الجمهور. شغل البلطجة يعني بنعاني منه، وشباب كثيرة مش فاهم أصول المهنة ولا أخلاقيات المهنة. دي مسألة غاية في الأهمية، ضرورة تدريب ودورات وصقل لأخلاق هؤلاء. فيهم ناس كويسة قوي وفيهم ناس يعني أقل ما شيء إنه فتح الصدر والشغل بلطجة. دول لابد من عمل لهم دورات تدريبية، وتبقى مرهونة نجاحه في الدورة التدريبية بشهادة حقيقية ومش شهادة مضروبة يعني. نعم. احنا بنقول لو إما النقابة الخاصة بهم ده أمر غاية في الأهمية. نعم. عندي موضوع آخر هو سؤال استفسار. نعم. يعني لماذا الدولة حتى الآن لا تفعل البطاقات أو كروت البنزين؟ يعني زي الموضوع مطروح في أسر عندها أكثر من سيارة. نعم. وبتحصل على الدعم. في عندنا جهات أجنبية كتيرة موجودة في البلد وبتستفيد من الدعم. ما المانع أن أنا أفعل كارت البنزين؟ أنا عندي سؤال مهم طبعاً. طبعاً. أنا عندي سيارة خاصة لي كمية معينة من البنزين، إذا زدت عنها أو أدفع بالسعر الجديد. نعم. أنا عندنا منظومة التموين اللي هي الخبز والمواد الغذائية ناجحة جدا دلوقتي وبتطبق بكفاءة وبأريحية شديدة جدا، وكل المستحق بياخد حقه وهو مرتاح. لماذا لا تطبق كارت موضوع كارت البنزين؟ ده له علاقة بالطاقة واستهلاك الطاقة، له علاقة بالطرق، له علاقة بخدمة المواطنين. أنا أتمنى وأنا بالحقيقة بستغرب لماذا لم يفعل هذا الكارت. هيوفر لنا كتير، والزيادات اللي بتضطر الدولة إنها تفرضها علينا في الوقود، أعتقد إن إحنا لو استطعنا إن إحنا نعمل كارت البنزين، عندنا عدد ضخم من السفارات، أكثر من 150 سفارة في مصر، منظمات دولية، مقيمين عندنا أجانب، كل ده بيستفيد بالدعم ثم يحملوا على الشعب. يعني نعم صحيح صحيح. الموضوع أيضا اللي بيشغلني ضرورة تنظيم وإصدار رخص لموضوع التوك توك ده. يعني بيخدم في جانب إيجابي كبير، بيخدم في الأزقة وفي الكرة، لكن لابد من يكون له رخصة هو كمان عشان نقدر المسألة تتنظم وتطبق عليه موضوع الدورات اللي اتكلمنا عليه، إنه لابد من التوجيه. ما نفرقش كل واحد كل يعني كل مواطن أو كل باص أو كل رتبة يشتري 10-12 توك توك ويجيب شوية شباب من الأرياف هم مش عارفين هم رايحين فين ولا جايين منين. واحد بتحصل حاجات كتيرة، حملات الاختطاف وعمليات مشاكل مع اللي بيركبوا التكاتك وياخد منه فلوس زيادة واستغلال غير طبيعي. أتمنى إن الموضوعات دي يعجل بحلها، وأنا حابة أسأل يعني ما هو التأخير في المسألة دي؟ صحيح. يعني إدارة المرور ماشية في إحداث التطوير، وده ملموس جدا وأمور جيدة جدا. إحنا نتمنى إنه ينظروا إلى هذه الأمور بشكل عاجل وبشكل سريع. البلد محتاجة إلى تنظيم، وهذا صحيح. واحد من أهم أسس التنظيم الشارع المصري. نعم. المرور. نعم. الـ 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 يعني أنا الحقيقة بتفق مع حضرتك في هذا الطرح، وطرح مهم للغاية وطرح حساس وخطير لأسباب كتيرة. يعني لأن أنا دايما أقول إن السيارة زي أو وسيلة النقل زيهم وسيلة نقل، هي وسيلة قتل، وبالتالي لازم اللي يتعامل مع هذه الوسائل يكون على قدر من الفهم والانضباط، زي الطبيب. لأنا بأهل الطبيب لأنه بيتعامل مع صحة الإنسان، مع ملايين الناس. الوسائل النقل بتتعامل يوميا مع سواء التوبيس او القطر او التوك توك او التاكسي او الميكروباص او الاتوبيس، كل دول زي سيادتك ما اشرت بيتعاونوا او بيتعاملوا مع ملايين وارواح وسلامة الناس يوميا، وبالتالي لابد يكون مؤهل. اذا علينا ان نضع خطا يعني ما بين ما يحدث الان وما بين ما هو قادم. في مثلا سيادتك تقترح ان يكون هناك مدارس لتخريج السائقين، هناك هو في مدارس لتخريج السائقين، لكن انا اقصد يعني تنظيم دورات مكثفه لمده يوم او يومين في اداره المرور او في النقابات الخاصه بهم.
ان يوجهوا مش دورات عشان يعلموا اشارات المرور ولا نظام القياده والسواقه، دي حاجه تانية. انا بتكلم عن ضروره تعليمه اخلاقيا كيف يتعامل مع الناس وكيف يراعي يعني ربنا ويراعي ضميره ويكون انسان مهذب. يعني احنا بنروح في معظم دول العالم كل السائقين في منتهى الادب ومنتهى، احنا عندنا يعني غير كده خالص في حالات كثيره، يعني عدم وجود ترخيص وعدم وجود نمره للتوك توك ده بيؤدي الى الريف، يعني كل يوم يخبط طفله ولا يخبط حاجه يموتها ويجري ومحدش لا يعرفه هو منين ولا عنده رقم ولا اي حاجه، ما ينفعش كده. اللي بيحصل دلوقتي في منتهى التهريج. يعني لابد ان المهزله دي تقف. واحنا حريصين على ان الشارع المصري يكون شارع نظيف، شارع منظم ملتزم، يتعود ان هو ما يتخطاش اللي قدامه، ما يدخلش داخل بين السيارات في شوارع رئيسيه. الان كله الحابل مع النابل، التوك توك ده يدخل بين العربيات، يعني شيء لا يصدق. يعني احنا غير راضيين عن الوضع الحالي. ألا ترى يعني معي حضرتك فوزي بيه ان يعني جزء من انتشار هذه السلوكيات هو غياب القانون؟ هو القانون موجود، لكن هي عملية الملاحقة هي يعني عشان تطبيق القانون، يعني خلينا نقول يعني تطبيق القانون يعني هو طالما ان هو بيبص يلاقي ان مفيش حد شايفه، احنا مش هنحط كل عبيد شرطه ولا كل عسكري على كل كم متر، مش هنلاحق يعني. طبعا يعني احنا عندنا برضو من الظواهر السلبيه لدى قائد المركبات ولدى التوك توك هو السير في الاتجاه المعاكس، ده حاجه، والسير في الشوارع اللي هي اتجاه واحد. الشارع يبقى اتجاه واحد والدوله والمحافظه عامله بلدورات عشان تعرفه ويافطه مكتوب عليها ممنوع الدخول، ورغم هذا يدخل في الاتجاه اللي هو الطريق اتجاه واحد، فيجد سيارات جايه ويقفوا اثنين يتخانقوا مع بعض. احيانا بيبقى في وقفه لعسكري ولامين شرطه، لكن لابد ان يكون احنا عندنا وازع من ضميرنا، وازع من اخلاقنا. ان يعني مش هيجرى حاجه ان احنا نلتزم بالمرور. في امر اخر بيحصل في المزدأنات الخاصة بالسكك الحديد. في الكثير من المدن والقرى في سيارات وفي توك توك بدل ما يمشي مسافة كيلو مثلا عشان يعمل يوتيرن، يروح داخل في الاتجاه المعاكس اللي هو أنا خارج منه ألاقيه في وشي. نعم صحيح. يعني طب ما هو إذن لابد إنه يعرف إن لو ارتكب مرة بغرامة، ثاني مرة تتسحب رخصته، ثالث مرة يبقى في، يعني هو طبعا مطلوب توعية ومطلوب دور شعبي ومطلوب إيجابية مننا من الناس كلها إيجابية. ولا يتورى إن احنا نبلغ بس مش بلغات كيدية يعني. الحقيقة احنا أشد حاجة إلى المسألة دي إنها لازم تبقى لها منظومة محترمة كده. احنا في وضعنا لا يسر عدو ولا حبيب، ودي احد الاسباب واحد الانتقادات. والصور ماليه الفيسبوك عاد بالنسبه للاجانب وتعليقاتهم عليها، وهم لهم حق يعني. صحيح. يعني في رؤيه حضرتك تحب يعني تركز عليها تانية ولا انت حضرتك؟ يعني الظواهر السلبيه في الشارع، احنا الحمد لله الدوله قامت وبدات تنتظم في امور كثيره. يعني المنظومه الصحيه بدات تاخد طريقها، المنظومه التعليميه بدات ترقى، العشوائيات بدات تهضم. الحمد لله المتاريس والمتاريس الخرسانيه اللي كانت في الشوارع الحمد لله ازيلت، وده مؤشر على ان الامن اصبح مطمئن واصبح مستتب، دي ظاهره طيبه جدا. وبدأت الشرطة تقوى، احنا مع ان الشرطة تقوى ويكون عندها امكانيات التنقل، امكانيات انه يديله المكافأة اللازمة المستحقة له مقابل عمله في الامطار وفي الحر وفي ظروف صعبة دي. اعتقد ان الدولة بدأت خطوة. ودي الخطوات دي يعني مش صعب ان احنا نبدأها، لكن سهل ان احنا
نبدأ في هذه المنظومة. نعم، يعني لا شك فعلا أن الدولة استعادت عافيتها بشكل كبير أستاذ فوزي، ولكن يبقى أن القانون وتطبيق القانون هو كلمة السر حتى يعود الانضباط للشارع بشكل عام والمشهد المروري بشكل خاص، وأيضا انتظام حركة الركاب والنقل. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الكاتب الكبير فوزي مخيمر مدير تحرير الأخبار وأحد كبار الصحفيين في مصر، نشكرك يا فندم. أشكرك جدا أستاذ ثاني، وفرصة طيبة جدا جدا، وأنا سعيد بالحوار معك. إن شاء الله لنا يعني عودة تانية لإطلالة أخرى في مجالات أخرى. بقول ده انطلاقا من حبنا الشديد لمصر وأمنياتنا إنها تبقى يعني قد الدنيا وأفضل من الكثير، وإن شاء الله إحنا ملاحظين إن الحمد لله مصر بتتجمل كل يوم، بتصرف عليها كتير. والحاجات أمور كثيرة مبهجة ومؤسفة، فالحاجات الصغيرة دي يجب أنها تختفي. صحيح، وأنا على يقين أنها يعني قريبا تختفي. صحيح، مصر دولة كبيرة ودولة محورية ودولة تمتلك يعني قدرات هائلة للتطور والتقدم والريادة، ويعني هذا ليس جديدا على مصر ولا على المصريين. شكرا جزيلا أستاذ فوزي. شكرا أستاذ هاني. سكة سفر مع هاني عمارة.